عندنا واحد الربعة المفردات بار لو كان تربينا عليهم نمشيو بعيد. المفردة الأولى هو البركة. البركة راه ماشي خيال وراه الغرب وكيعترف لنا البركة هي اللي شار لها السيكمال ضرب في العريضة وترجع. من الناحية الفيزيائية الاحتمالات باش تدخل بحال باش تخرج. علاش ديما كتخرج لو كان ما كانتش البركة؟ وبزاف الناس فسدوا علينا هذا المفهوم بغاو يقولوا لنا بان كل شيء كالكولاب كل لا لا راه دابا الناس الشتا ما طاحتش والزيت راه تيشريو الناس الزيت راه ما تشرحهاش بالبركه ما كاين غير الشري طحن. هذا المفتاح الاول. المفتاح الثاني النيه راه ماشي هي السذاجه ماشي هي الغباء ماشي هي تخلي حقك. النيه هي صفاء السريره وراه شحال من واحد يطلعوا فوق المنابر وتكلموا لنا على النيه وما كان والو. شحال من وحدين داروا الاحزاب وداروا الشعارات ديالها النيه وما كان والو لانه لو كان حقيقه راه بانت الاثر ديالها. راه الا ما كانش الداخل ديالك بحال برا والزاويات كيربيو على هذا المفهوم. النيه هي الصدق الداخل مع برا وتاخذ بجميع الاسباب. الركراكي راه ماشي سي وليد الركراكي راه استراتيج راه تيخطط راه تينظم راه مدرب وطني وشحال ولكن لما قال لهم النيه بحال اللي بغى يقول لهم بان راه غنتقدم مع الاخرين في التقنيات ويقدروا يفوتونا ورا غادي نتقدم معهم في الخبره. ولكن دابا العالم كله ولا يقلب على هاد كلمه النيه وشحال تكلمنا عليها. انا كنعرف كثير من المفكرين ولاو يقلبوا على مفهوم النيه الا بغاو يفهموا يجيو يقراوا في المغرب. هو هذه هي النيه وحسن النيه. حسن النيه هو الصدق والسريره. النقطه الثالثه هو الجذور العميقه. شي داك الام المغربيه اللي ربات باخلاص وبصدق وكيقولوا لنا الناس الا مشاو لاوروبا ما يبقاوش عندهم علاقه بالمغرب. الناس عطات لهم خيارات اخرى وقالوا هاد البلاد هذا سر عاود اخر. كيفاش كترحل من هاد البلاد وتيجي لك الحب ليها؟ وانا هنا بغيت نطرح واحد التحدي. تصور هادو ناس في كره القدم فتحنا لهم فرصه يشاركوا شنو داروا ولو كان دابا نغوتوا على الناس ديال الاستثمار وبالنيه وما نفسدوش عليهم المجيء ونقول لهم هاد البلاد شاركوا معنا فيها ما نتعرض لهمش مراكز الاستثمار نشوشوا عليهم ولا في الوزارات. معناها هذه بركه اخرى هي حب هاد الوطن. كلشي كيقول حب الاوطان ولكن الامتحانات تثبت مصداقيه هاد الحب. والنقطه الرابعه المغاربه خلقهم الله اذكياء. علاش؟ لأن وقع لنا واحد الطبقات جيولوجية. جاو الفينيقيين علمونا التجارة، جاو اليهود علمونا الدهاء والعلاقات الدبلوماسية، الأمازيغ كانت فيهم الشجاعة، العرب جابوا معهم التوحيد والإيمان.